الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بدأ المؤلف حفظه الله تعالى الشيخ عبد المحسن العباد البدر في تفصيل الحج، فذكر الصورة المجملة للعمرة، فقال صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها، والإحرام معروف هو نية الدخول في النسك، والنية كما قال العلماء ثلاثة أنواع: نية الحج عموما، هذه نية عامة، ما من مسلم إلا هو ينوي الحج، هذه نية عامة. لو سألت أي زول تقول ليه تناوي الحج؟ يقول لك ربنا يسر لنا ناوين الحج، هذه نية عامة. ثانيا نية من أراد الحج هذا العام، هذه أخص، الزول اللي خلاص حجز ورتب أمور الحج ومنطلق إلى الحج هذا العام، هذه نية أخص من النية العامة. في فريق ولا ما في أخوانا؟ في فريق بين النية العامة نية المسلمين للحج ونية من أراد الحج هذا العام، هذه نية أخص. طيب النية الثالثة وهي أخص من الثانية نية الدخول في النسك، ودي تكون عند الميقات. أنت مركت من بيتكم أصلاً ناوي الحج، سافرت ركبت الطيارة لحد ما وصلت عند الميقات، هناك نية أخص وهي نية الدخول في النسك، ودي المقصودة هنا. أن يحرم، فالإحرام هو أمران، نية وعمل، ما نية برا. النية هي في القلب، ودي النية قلنا نمرة ثلاثة الخاصة. طيب أما العمل فهو أن يحرم الإنسان يتجرد من الثياب المخيطة كلها، ومن الغلط يا أخوانا اللي يقع فيه كثير من الناس، الواحد يكون لابس الإحرام وعليه ملابسه الداخلية، يكون لابس ملابس الداخلية ويلبس الإحرام من فوق، هذا غلط، هذا ما حرم، هذا ما حرم. يتجرد من الثياب ويلبس الإحرام وهو قطعتان، إزار بيلف على وسطه ويلتحف بالقطعة الثانية، التحف بها على كتفيه. طيب في سنن حيجي المصنف إن شاء الله يشرح علينا واحدة واحدة، نحن ما نستبق الكلام. فيبقى عندنا الركن الأول في العمرة هو الإحرام. بعد أن أحرم من الميقات، والمقصود بالميقات المواقيت المكانية اللي ذكر المؤلف وهي خمسة، ميقات يلملم، أها، وميقات الجحفة، وميقات ذو الحليفة، وميقات قرن المنازل وذات عرق، دي الخمسة. أما ميقات يلملم فهو ميقات أهل اليمن والسودان معهم، ومن مر من هذا الجانب، يعني الناس اللي جايين من الحبشة والناس اللي جايين من السودان والناس اللي جايين كلهم عن طريق البحر، البحر الأحمر بيجاي، كلهم ميقات يلملم. ويلملم المحاذاة بتاعته داخل البحر، ما لمن تقطع بهناك في جدة، محاذاته داخل البحر، وبتلقى في إشارة إن كان أنت ماشي بالطائرة بنبهوك، لو أنت ماشي بالبخرة بنبهوك، الميقات قبل جدة. طيب والميقات الثاني هو ذو الحليفة، وهو ميقات ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. الميقات الأول ميقات يلملم، الآن ما بسموه يلملم، بسموه السعدية، الآن اسمه شنو؟ السعدية. طيب والميقات الثاني قلنا ميقات
ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والآن اسمه شنو؟ آبار علي أو أبيار علي، الآن اسمه أبيار علي. طيب ده لأهل المدينة ومن وراءهم. الميقات الثالث ميقات الجحفة وهو ميقات شنو؟ أهل الشام والمغرب، المغرب العربي، وميقات أهل مصر. ده اسمه شنو؟ الجحفة، والآن بيسموه رابغ. رابغ أي رابغ بالغين، مدينة رابغ. الآن الناس بيحرفوا من رابغ، بيحرموا من رابغ. طيب الميقات الرابع وهو قرن المنازل. قرن المنازل ده ميقات وين؟ ده ميقات ناس الغرب اللي بيجوا من الغرب. ميقات نجد ناس العراق، ناس الرياض يعني، الرياض عفوا، ده ميقات من الشرق، من الشرق بيجوا على الغرب، وده ناس الرياض والشرقية واللي جنبهم بيجوا بقرن المنازل، وبسموه الآن شنو؟ السيل الكبير، اسمه السيل الكبير. طيب والخامس هو ميقات يلا كيفية الإحرام. انت عندك واحدة من طريقتين، اما اول ما ينبهوكم بينبهوك قبل ربع ساعة تقريبا، تمشي تدخل الحمام بتاع الطائرة وتغتسل وتطيب على جسمك وتلبس الإحرام، تكون انت كده احرمته، او تلبس انت من بدري، تكون انت لابس الإحرام بتاعك من جوا، لابس الإحرام ايوه من الخرطوم، لابس إحرامك من جوا وتربطه بيه القاش بتاعه جاهز، والفوق ده ممكن تخليه، تلبس جلابيتك عادي وتركب الطائرة. أول ما ينبهوك لأنه الميقات فاضل له ربع ساعة و10 دقائق، تطلع الجلابية وتلبس الملفحتك من فوق. أي واحدة من الحالتين أنت شنو؟ تكون كده أحرمت من الميقات. عشان ما لأنه الإنسان إذا تجاوز الميقات عليه شنو؟ عليه دم. عليه دم. طيب. ومخالفة للسنة يا إخواننا وتفريط، ما بدول يقول لك يا أخي ما خلاص القروش فيه؟ كلها 450 ريال. تمشي تدفعها وخلاص، لا ما تتجاوز السنة وتتعمد مخالفة السنة. طيب قلنا الميقات الأخير هو ذات عرق، وهو ميقات ناس العراق، البصرة، الكوفة. والميقات هو اللي حددوا، قيل إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل إنه فيه الحديث أصلا، لكن عمر ما كان يعرف الحديث فحدد لهم ذات عرق، وبعد ذلك ظهر في السنة إنه أصلاً حدد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، فيحرم من الميقات. طيب الإحرام فيه أيضاً من السنن المهمة، إنه الإنسان إذا وافق صلاة من الصلوات المفروضة صلى ثم أحرم. تصلي الصلاة، وافقت صلاة الظهر أو عصر صليت ثم تحرم. لو ما وافقت صلاة من الصلوات هنا سنة مهجورة، تصلي ركعتين، ركعتين بعد ما انت اغتسلت وطيبت في جسمك وفي شعرك وفي لحيتك، تمام، ما تطيب الإحرام، تطيب انت وبعد ذلك تلبس إحرامك وتصلي ركعتين. وحتى الآن انت ما أهليت، لاحظ ما أهليت حتى الآن، تهل بتين، أول ما تستوي على راحلتك خلاص منها راكب الترحيل من الميقات وانت ماشي، يلا بعد ذاك انت شنو؟ تهل وانت على الراحله. وحجينا التفصيل بعد شويه، انت لو حاج متمتع ولا قارن ولا مفرد، اي واحد عنده تلبيه براو. ولو اخطات في التلبيه، مثلا انا داري حج مفرد بقول لبيك اللهم شنو؟ حجا، حج بس لانه مفرد.
طيب لو متمتع تقول لبيك اللهم عمره عمره، او تقول عمره متمتعا بها الى حج. اما لو انت قارن مع بعض تقول لبيك اللهم عمره وحجا، تقرينين مع بعض. طيب انا لو في قلبي العقدت عليه نيتي داير اتمتع وهو افضل الانساك، لكن اول ما جيت البي قمت قلت لبيك اللهم حجا، هل بيقع ما وقع في قلبي ام على لساني؟ ما وقع في القلب، يعني تغيير التلبية في اللسان ما يضر ما كان في القلب. طيب لو معاي زول احنا متمتعين الاثنين وهو اهل قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى حج، وانا قمت قلت اللهم اني اهللت باهلال فلان، صح ولا ما صح كده؟ اللهم اني اهللت باهلال فلان، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح صحيح. وعشان كده لانه صحابي ما عرف كيف يهل بالحج قال اللهم اني اهللت باهلال رسول الله، خلاص. فما في يا اخوانا بأس في المسألة دي. لا الميقات ده ما فيه مكان مهيأ، حمامات ومسجد محل مهيأ اصلا للاحرام، يعني المواقيت اللي قلناها دي كلها فيها مكان مهيأ للاحرام. انت بتدخل بتلقى حمامات بالمئات ومصلى ومحل جاهزه، وتشتري الاحرام موجود، سوق كبير جدا، تشتري احرامك وتمشي تغتسل وتشتري الطيب وتشتري الحزام بتاعك كله من محل الميقات، والمسجد موجود. لو أدركتك فريضة تصلي الفريضة، ما أدركتك فريضة تعمل شنو؟ طوالي تصلي ركعتين، وبعد ما استويت على الراحلة بعدك تهل. أول ما هللت تلبي، والسنة رفع الصوت بالتلبية، تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبي إلى أن تصل إلى مكة وإلى أن ترى الكعبة. وهنا يختلف الناس في أنساكهم، من كان متمتعا عنده عمرة بس تنتهي التلبية برؤية الكعبة، أول ما شاف الكعبة قدامه وقف التلبية، ده لو كان شنو يا أخوانا؟ معتمر بعمرة باعتبار. لو أنت جاي عمرة لحالة أو جاي أنت شنو؟ متمتع، لأنه المتمتع بيعتمر وبيتحلل وينتظر الحج. المعتمر بينتهي التلبية بتاعته برؤية الكعبة، خلاص ده يبدأ الطواف. أما القارن والمفرد التلبية بتاعته تنقطع، يلبي إلى أن يحل ويرمي جمرة العقبة، تحلل الأول، تلبيته متواصلة إلى شنو يا أخواننا؟ ليوم النحر الصباح، يلبي طوالي لحد يوم النحر الصباح ورمى جمرة العقبة قطع التلبية، تمام كده. ده يا اخواننا الاحرام، وفي سنن نحن ما دارين ناخذ فيها زمن، المصنف حيورينا لا كلها. طيب قال ويطوف، العمرة ركنها الاول الاحرام، الثاني ماذا؟ الطواف، سبع أشواط، يبدأ من الحجر، انتبه الطواف يبدأ من الحجر. في ناس بيبدأوا الطواف من المحل بدأ ده بس بيحفظها، يقول لك على العمود ذاك ويلف ويجي راجع ويلف ويجي راجع، بيحسبها بعمود ولا بحاجة. الطواف يبدأ بشنو؟ بالحجر. فتجعل الكعبة عن يسارك، وقيل فيه من حكم القرآن أو من استنباطات أهل العلم، ربنا قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ففؤادك أنت قلبك ما بالشمال ولا باليمين، هو بالشمال صح؟
قلبك جنب الكعبة وانت لاف، فالكعبة عن يسارك. تبدأ بالحجر، فعند الحجر إما إنك أنت تستلم باليد أو تقبل أو تسجد عليه، كلها سنة، أو تشير إليه أو تلمس بحائل بعصايا من بعيد تلمس. لو أنت لمست الحجر لك أن تقبل يدك، أو لمست بحائل تقبل الحائل بالعصايا، لمست الحجر تقبل العصايا، تمام؟ أما لو أشرت إليه لا تقبل يدك. في ناس من بعيد بيشيروا للحجر، أول ما أشار له قبل يده، غلط. ما بتقبل يدك إلا لو لمست به الحجر أو لمست بحائل بتقبله. ده أمر. الأمر الثاني بتقول شنو؟ أها، بسم الله الله أكبر. أها الله أكبر. في برضه فرق بيناتي، لو لمست الحجر أو لمست بحائل أو قبلته تقول بسم الله والله أكبر، ولو أشرت له تقول الله أكبر. عرفتوا؟ لو أشرت فقط تقول الله أكبر ثم تطوف. الطواف يكون داخل البيت المسجد، يعني ما يكون خارج المسجد ولا يكون داخل الكعبة. كيف داخل الكعبة؟ في الحجر. الحجر ده أصلا هو جزء من الكعبة، وقريش زمان لما بنوا الكعبة الباقي ده قروشهم ما تمت، وقالوا ما بدخلوا فيها مال الحرام، مال الربا والسحت والقمار ما بدخلوا، قالوا بس المال الحلال، فمالنا الحلال قصر، فخلوا هذا الحجر شكل الحدوة، ممكن تخش بها جاي وتمرق بها جاي من جواه، ما تطوف من جوا تطوف من برا. ولكن من السنة تصلي فيه لو خلصت الطواف أو بعد ما خلصت عمرتك، ممكن تجي تصلي في الحجر، والصلاة فيه سنة وأجر عظيم داخل الحجر، لكن الطواف من برا. فتطوف. الركن الفي والحجر ده اللي جنب الباب، انت طفت منه بتمشي الركن البعدي والبلاقي، الفي والحجر والبعد برضو الفي والحجر، ده اللي اسمه الركنين الشاميين، بتمشي فيهم عادي، ما بتلمس وما فيهم اي سنه، لا بتمس الكعبه ولا هم، بتمر عادي لحد ما تجي في الركن الرابع، وده الركن يا تو اليماني، جهة اليمن. الركن ده من السنة تلمسه، وده بتلقاه فاضي ما زي الحجر، عادي بتلمسه، تستلمه بيدك وانت ماشي، ما بتغبل يدك. الحجر لو استلمته بتغبل يدك، صحيح؟ ده لو استلمته ما بتغبل يدك، ولو ما استلمته ما بتشير له. وبينه وبين ركن الحجر بيناتهم بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دي بتقولها بيناتهم الاثنين. أما في غيره ليس هناك ذكر مخصوص. في ناس بيجيبوا أذكار مكتوبة ويقروها، تلقاها شايلينها في كتاب، ويقول لك بين الركن الفلاني والركن الفلاني تقول كذا، وبين ويعطلوا الناس. تخيل واحد تلقى داري يتم الذكر بتاعه واقف ويعطل الناس وراه، وهو ذكر مبتدع. فليس يا اخوانا من السنه اي اذكار مخصوصه، تمام؟ طيب، اذا اكمل الانسان الطواف سبع اشواط، الاشاره الاخيره للحجر بتشير له وانت خلصتها سبع اشواط، ما بتكبر فيها الاخيره، خلصتها انت، بعديها تصلي، ده ما واضح. طيب، تصلي ركعتين خلف المقام انت يسر، مقام ابراهيم ظاهر شكل العمود المقصوص كده، كانه عمود مقصوص، وتلقاه عدل باب الكعبه،
تصلي بعده مش بينه وبين الكعبة، لا تجد الكعبة هناك والمقام هنا، تصلي ورا منه إن تيسر. ولو لقيت في زحام ما تزحم الناس زيادة، أرجع منه أو صلي في أي مكان من المسجد. طيب صليت ركعتين، سنة أخرى أن ترجع إلى الحجر فتقبل الحجر أو تستلمه، ودين كان صعبة ما في إشارة هنا، لاحظ بس يا تستلمه يا لا، ما في إشارة، يعني ما تقول ما بستلمه معناه أشير له، لا إما تستلم أو لا. وفيها صعوبة تمضي إلى السعي. طيب أول ما تدخل أنت على السعي، نعم نعم، في كل شوط كل ما تمر على الحجر تكبر، ترفع يدك وتكبر. أي التكبيرة سنة ما يضر، لو نسيتها ما يضر لأنها سنة. إذا شكيت في العدد تبني على اليقين في الأول، تشوف الأقرب عندك شنو، لقيت قلبك مرتاح لأنه 4 أشواط ما 3 امضي على ذلك. لو ما في شيء يقين في قلبك وشاكي ابني على الأقل، شكيت في 3 ولا 4 تجعله شنو 3 وهكذا تبني على الأقل. طيب لما تمر وانت دخلت من الكعبة داخل، على يمينك الصفا وعلى شمالك المروة، تلقى الممر بيناتهم في طوابق ما في بأس تطوف في أي حتة، ولو وجدت تحت أفضل. تبدأ طوالي بالصفا وهو الأقرب إلى الكعبة، وعلى يدك اليمين وهو الأقرب إلى الكعبة، فتبدأ به، تقف عند الصفا مستقبلا القبلة الكعبة، وفي زي فراغ كده من فوق انت لو عينت بتشوف الكعبة من خلاله. السنة تنظر إلى الكعبة وتقيس، تطلع في الجبل شوية، هو الارتفاع بسيط يعني كل ارتفاع أقل من 1 متر، تطلع عليه وأنت تنظر إلى الكعبة، فتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لو حافظها اقرأ كلها، لو ما حافظها اقرأ الجزء ده بس. بعد ذاك تكبر 3، ترفع يديك وتكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الدعاء موجود هنا ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. انتهيت هنا، أدعو بعد، تدعو دعاء طويلا ثم تقول الدعاء مرة أخرى، الذكر القبيل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذكر لحد ما تقول ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تدعو دعاء طويلا، وبعد ذلك تقول الذكر مرة ثالثة، وبعد الثالثة لا تدعو. هذه السنة، الآية المرة الأولى فقط ما تقول في أي شوط من الأشواط، في المرة الأولى فقط، بعد ما قلت الذكر المرة الأولى ودعيت، قلت الذكر المرة الثانية ودعيت، قلت الذكر المرة الثالثة ما تدعو، تنطلق طوالي، تنطلق إلى المروة في العالمين الأخضرين اللي هو مكان بطن الوادي، ده الوادي اللي كان بين الجبلين، هذا بطن الوادي، فتسرع في بطن الوادي لإسراع هاجر رضي الله عنها، كانت تسرع في بطن الوادي. طيب ولو معك مرة، ليس من السنة للنساء الإسراع، ما تسرع المرة، عشان كده أنت لو سايق زوجتك معاك وبتسعى بيها أنت تسقط عنك سنة الإسراع، لأنه لو مشيت أسرعت وخليتها بتروح منك ما بتلقاها تاني، وهذه المفسدة عظيمة تترك لها هذه السنة. عشان كده يا أخواننا السنن تترك لدرء المفاسد، تترك السنة دي تمشي مع المرأة بالراحة. أي نعم، ترك السنة ولا ترك الأذية والمفسدة
لدفع شنو يا اخواننا؟ ترك الأذية. اي نعم نعم، قاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما بتلقاه ثاني، لو انتظرت ما حتلقاه، في زحام شديد ما حتلقاه. والنساء هناك يعني اللبس قريب بعض، وحتى الرجال خليك من مرة، لو راجل ما بتلقاه ثاني، لأنه اللبس واحد، الناس لبسهم واحد ما بتلاقي لك ثاني. ولذلك انت اذا معاك زوجتك او امك انت تاخذها من يدها وتمشي على مهلك. طيب، السعي بين الصفا والمروه بتحسب الثوب واحد، من الصفا الى المروه واحد، ومن المروه الى الصفا اثنين، وهكذا. يعني الاشواط سبعه، ما تعملوا كمان 14، تمشي وتجي واحد، تمشي وتجي اثنين، لا، واحد اثنين ثلاثه، بدأت عند الصفا حتنتهي وين؟ في المروة. ليس هناك ذكر مخصوص، ما في ذكر مخصوص في سعيك بين الصفا والمروة إلا ما تقول من الدعاء. الدعاء اللي قلته قبيل عند الصفا حتمشي تقوله عند المروة من غير الآية، نفس الدعاء تحفظه، تقول الذكر وتدعو، وتقوله وتدعو، وتقوله وتمضي. من المروة ما حتشوف الكعبة، لكن تقاصدة اتجاهها يكون مايل شوية كده، انت تقاصدة وتدعو. ها؟ ابدأوا بما بدأ الله به، دي القاعدة، دي القاعدة، لكن ما بتقولها، هذه القاعدة. يعني ابدأوا بما بدأ الله به، لأنه ربنا قال إن الصفا والمروة، بدأ بشنو؟ بالصفا. طيب، السعي ليس كالطواف، الطواف فيه نوافل، أما السعي فليس فيه نوافل، ما بتتنفل بالسعي. أنا مرة بسعى شفت واحد سوداني لابس طاقيته وجلابيته وساعي مع واحد تاني، اثنين ماشيين، سلمت عليهم قلت لهم غريب أنا شايفكم بالشكل ده، لأنه السعي ده بيسعى إلا بإحرامه، أما الطواف ده زلمة يطوف، ممكن يجي من برا الحرم يخش يطوف، يطوف يتنفل ويمشي باي لبس. لكن استغربت القى ناس ما محرمين وساعين، فقالوا لي نافله، قلت لهم لا، نافله في السعي ما لا يتنفل بالسعي اصلا، انما السعي شنو؟ اما سعي حج او عمره. ها؟ لا يشترط، لا يشترط. طيب، ده السعي يا اخواننا، لما تخلص من السعي، نعم، كل شوط وقفت عند الصفا تدعو، عند المروة تدعو لمن تخلص. أول ما خلصت من السعي فضل لك الحلق أو التقصير، ده الواجب الأخير من واجبات العمر، الحلق أو التقصير. يلا، الحلق أو التقصير فيه تفصيل. إذا كان أنت ده في حالة المتمتع يعني، أما القارن والمفرد ما بيحلق ولا بيقصر، لأنه محرم، ده محرم ما بيحل إلا يوم العيد. طيب، فالحلقة والتقصير لو أنت عملت العمرة بتاعت التمتع بدري، مثلا قبل 10 يوم، قبل 10 يوم أنت عملتها، أو 15 يوم أو 20 يوم عملت العمرة في فترة إنه شعرك يقوم فتحلق صلعة، لأنه الحلق أفضل. أما لو كان قريب، أنت عملت العمرة بتاعت التمتع قريب 2 أو 3 أيام، دي فترة ما بيكون فيها الشعر، فأنت تقصر فقط عشان شنو؟ تخلي باقي شعر للحلاقة الثانية بتاعت التحلل الأكبر. المرأة ليس عليها حلق إنما تقصير، وتقصير تقصر من أطراف شعرها وضفائرها قدر أنملة، يعني قدر رأس الأصبع الظهر كده، بيشيل من ضفيرتها بتقطع قدر رأس الأصبع بس، هذا اللي على المرأة. أما الناس اللي بيشيلوا حتة كده بمقص، ده غلط، الشعر كله. طيب، قال: ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. أهل مكة للحج
بيحرم من مكانه الساكن مكة أو من أهل مكة أو النازل في مكة للحج بيحرم شنو؟ من مكانه ده المقيم في مكة. أما للعمرة لابد يطلع إلى الحل برا منطقة التنعيم أو مسجد عائشة، اسمه مسجد عائشة الآن لأنه أحرمت منه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاسم مسجد عائشة أو التنعيم أو الجعرانة منطقة جنبها، تطلع للحل وتحرم إن كنت من أهل مكة أو مقيم في مكة. طيب نعم. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات. الآفاقي مقصود به الآفاقي يعني جاي من برا مكة. نعم. ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقين من مكة ويقول نعم ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة. طواف القدوم للقارن والمفرد فقط، طواف القدوم للقارن والمفرد فقط، أما المتمتع فطواف طواف عمرة ما طواف القدوم. نعم. ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة. القارن والمفرد سعيهم واحد، القارن والمفرد سعيهم شنو؟ واحد. لو سعى مع طواف القدوم ما حيسعى مع طواف الإفاضة، ولو أخروا إلى طواف الإفاضة ما بيسعى في الأول، والأفضل يسعى في الأول، يسعى في الأول. نعم. ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع لمنى ثم يأتي الحاج بالوقوف بعد اليوم الثامن. سنة من السنن أنك تحرم في اليوم الثامن إلى الحج، تحرم في اليوم الثامن. تمام. طيب تحرم في صبيحة اليوم، في الصبيحة بعد شروق الشمس تحرم، فتنزل في منى فتصلي فيها الظهر قصرا دون جمع، والعصر قصرا دون جمع، والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، والفجر. ولما تطلع الشمس وبعد ذلك تنطلق إلى عرفة بعد شروق الشمس. طيب لكن يا أخواننا مبيت الناس أو ذهاب الناس يوم 8 اللي هو يوم التروية، يوم 8 ذهابهم إلى منى والمكث في منى نهار منى نهار اليوم الثامن وصبيحة اليوم التاسع، ده كله من السنة وليس من واجبات الحج ولا من أركان الحج. طيب. ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. الوقوف بعرفة بيجي بتين؟ في صبيحة يوم التاسع، في صبيحة يوم التاسع فينزل في عرفة. وانتبهوا، ينزل في عرفة يعني في عرفة في مسجد نمرة، وفصلنا أمس إنه مسجد نمرة جزء منه في الحل وجزء في الحرم، فينزل في جزء الحل اللي هو عرفة لأنه مزدلفة حرم ومنى حرم ومكة حرم، أما عرفة فهي شنو؟ في الحل برا. مسجد نمرة جزء منه في المزدلفة وجزء منه شنو؟ في عرفة. ينزل في الجزء اللي في عرفة في حدود مرسومة عديد في الأرض، هناك أي حاجة جاهزة. في واحدين كمان من السودانيين الله يهديهم بينزلوا في شجر بتعنيم عمله نميري زمان، ده بره قبل عرفة لأنه هناك في سخانة يلقوا شجر ده ظله بارد بيقفوا فيه، وده ما في عرفة، ده قبل عرفة. والزول لو وقف في شجر وده لحد ما رجع ليس عنده حج أصلا، ما حج ذاته ولا بيجبر ولا بيدم ولا بيش، ما عنده حج لأنه الحج شنو؟ الحج عرفة. عشان كده الزول يتنبه، يسأل العسكري رجال الأمن، يسأل المرشدين، يقول لهم أنا في عرفة ولا ما في عرفة؟
وفي لافتات بتحدد للزول تمام. فينزل في عرفة، وليس من السنة صعود الجبل. في ناس يرهقوا نفسهم جدا، الواحد طالع الجبل في الحر، ده جبل ساخن وصخور وحر، طالع الجبل فوق، ما من السنة صعود الجبل. ولذلك قال شيخنا سليمان حفظه الله تعالى، قال الزم الأرض وعلق قلبك بالله، أفدا تطلع الجبل فوق، الزم الأرض تحيد. لأنه يا أخواننا اليوم يوم ثمين في الدعاء، يوم دعاء، ما تمشي ترهق نفسك بحر انت تبقى فيه تضارة وشايل شمسية يغلبك الدعاء ذات. فيوم يوم دعاء، شوف أبرد مكان، والآن عملوا مخيمات باردة جدا، أبرد من مسجدنا ده، باردة وفخمة، وعندك مرتبة وبطانية، يا أخي أرقد فيه بطانيتك دي خش جوا، بس خلي راسك ده برا وارفع يدك ادعو الله، ريح نفسك عشان فرق قلبك للدعاء. لكن ما ترهق نفسك بصعود الجبل. وبعضهم يمشي إلى جبل الرحمة اللي هو ذات الجبل المقصود، جبل الرحمة واسمه إلال، جبل الرحمة ده يصعد فيه وليس من السنة. ألزم الأرض وعلق قلبك بالله. طيب، عرف من وقف به نهارا وقف حتى غروب الشمس، لحد ما تغرب الشمس ثم يمضي إلى المزدلفة. ومن وقف به ليلا أجزأه، ومن وقف به نهارا ولم يكمل إلى غروب الشمس فوت واجبا من الواجبات. يعني الوقف نهار لكن ما كمل النهار إلى غروب الشمس، ده فوت واجب وعليه شنو؟ دم. ومن وقف به ليلا أجزأه. طيب، بعد ذلك يمضي الإنسان إلى المزدلفة، والمزدلفة هي تسمى جمع، تسمى جمع، وهي المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جبل، هو جبل في المزدلفة، وقيل المزدلفة كلها. المهم، فهي ليلة جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها. لو شفت منظر الحجاج في المزدلفة يعني حاجة، اللهم بارك. تمشي انت راكب على البص بتاع الترحيل ده مسافة طويلة جدا، والناس مد البصر، ولذلك سميت بجمع. طيب، شكد الشيخ ابن عثيمين قال الزول لمن يدعو لك بدعاء طيب ما تقول له جمعا، تقول جميعا، لأنه جمعا دي شنو؟ جمعا دي مزدلف، تقول جميعا. طيب، مهم جدا، الصلاة في عرفة، في عرفة قصرا وجمعا، بصلي فيها الظهر والعصر فقط، ظهر وعصر قصرا وجمعا، والخطبة قبلهم. يخطب الإمام في أهل الموقف قبل الصلاة، فتصلي المغرب الظهر والعصر قصرا وجمعا، وتتفرغ إلى الدعاء إلى المغرب، لأنه ما يكون في شيء ثاني يشغلك، ما في جدال، ما في نقاش مع ناس، ما في حوامة، في ناس بحومه دار يطلع الجبل وينزل وشايل له شمسية وماشي وجاي ويصوروا يشيل ويصور. يا أخواننا ده موقف عظيم، يباهي الله تعالى به الملائكة، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، ربنا يباهي به. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبده من النار أو أمته من النار من يوم عرفة، يوم خير عظيم. ذو الشغال بيصور يصور وطالع له في جبل، وذاك بيتحاون بيجاي، وواحدين يجوا محلات المويه اللي بيوزعوا فيها يلقطوا المويه والسندوتشات بيجاي وما ادري شنو. ففي ناس عجيبين جدا. طيب، بعد ذاك ينزل المزدلفة، أول ما يبدأ به في المزدلفة الصلاة، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يقصر العشاء ويجمع إليه المغرب، أول ما نزل الصلاة أول. وليس من السنة جمع شنو؟ الجمار، لأنه الناس صبحانين ماشيين يرموا الجمار، ما يجمع الجمار من المزدلفة. في ناس أول حاجة الواحد يمشي يفتش الجمار يلقط، لأنه المزدلفة
ما زي الحتات الثانية مبلوطة وكده، مزدلفة عادية بيقول الحجار راكدة، فما يجمع الحجار منها إنما يذهب إلى الصلاة فيصلي، بعد ذلك يتفرغ إلى الدعاء والذكر. ولو ذهب إلى الجبل تمكن منه، طيب المشعر الحرام الجبل في المزدلفة، فيدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل ما يمضي منا يا اخواننا. المبيت بمزدلفة هو تعريفه البقاء في مزدلفة أكثر الليل، أكثر الليل تكون قاعد في مزدلفة. لو قعدت أكثر الليل في مزدلفة طوالي بعدك تمشي شنو؟ تنطلق إلى منى. منى يا محل الجمار، ممكن تمشي في آخر الليل، والسنة أن تبقى في المزدلفة فتصلي فيها الفجر وتنتظر الإسفار. الإسفار بتين قبل الشروق، فتنطلق بعد ذلك إلى منى، تمشي تحصل منى بعد أن تطلع الشمس، بعد ذلك تمشي ترمي جمرة العقبة. كده يا أخواننا إحنا الترتيب ده ماشي معانا؟ بدينا من وين ومشينا وين لحد الآن؟ كده إحنا مرتبين كويس. أنا دار أشرحها إجمالا عشان بعد ذلك نقرأ بسرعة ونشوف السنن وكده. كده قربنا ننتهي الحج، نحن الآن في المزدلفة. قلنا السنة يقعد لحد ابتين إلى أن يصلي فيها الفجر ويسفر جدا، يعني تتضح الرؤية، ثم ينطلق إلى منى. إذا وصل منى لقط منها الجمار، أو في الطريق بين المزدلفة إلى منى يلتقط سبع جمار، والجمار على قدر الحمص، الفول السوداني، شفتوا مقاس الفول السودانية بالضبط اللي هو الحمص، ما تزيد ولا تنقص. فيلتقط منها الجمار ويذهب ملبيا، يلبي لبيك اللهم لبيك، التلبية المعروفة، إلى أن يصل إلى جمرة العقبة هي الكبرى. أنت جاي لاحظ عرفة، قلنا الأبعد، لو ضربنا مثال العمود الأولاني داك عرفة، بعديه شنو؟ المزدلفة، بعديه شنو هنا؟ منى. منى قدام منى شوي، أنت ماشي على الكعبة بهنا شنو؟ الجمرات. لاحظوا الترتيب، نحن بدينا من الأول الوقوف في عرفة والمبيت بمزدلفة، وصبحنا الصباح وين؟ في منى، وطوالي مشينا الجمرات، وقدامنا شنو؟ الكعبة. الجمرات ثلاثة كده خط واحد، ثلاثة الفرقة بيناتهم، يعني فرقت 100 متر تقريبا بين الجمرة والثانية. أول جمرة بتلاقيك أنت جاي من منى دي الصغرى، البعدية الوسطى، آخر واحدة القريبة من مكة دي الكبرى، آخر واحدة القريبة من مكة دي الكبرى. طيب أول ما تصل الموقف اللي بتقيف منها، بتقيف بتخلي مكة على يدك اليسار، لا ما بتقيف وراها عديل، ما دي الجمار كده يا اخوانا، تخيلوا معاي دي الجمار كده في صف واحد كويس، قعدت في صف كده الثلاثة، وانت جاي من منى، لقيتك الأولى دي شنو؟ الصغرى، والبعدية ودي شنو؟ الكبرى. انت بتقيف منها هنا، بتبقى مكة على يدك شنو؟ ما مكة قدامك، على يدك الشمال، ومنى على يدك شنو؟ اليمين. بتقيف في اتجاه ده، بتكون مقبل كده، هذه السنة. لو وقفت في أي اتجاه ما في بأس، لكن السنة تقيف في هذا المكان، وترميها بسبع حصيات، والرمي بالحصيات المهم أن يقع في الحوض، لأن الجمرة هي زي العمود ده، عمود كبير، يعني بيكون العمود من هنا إلى آخر المسجد ده، زي عمود كبير شكله أشبه بالشكل البيضاوي، عمود كبير، وحول العمود كأنه موضوع في حوض، كأنه العمود أنت حطيته في صحن، في صحن بتاع طعام. يلا الحوض ده مفترض تقع فيه الجمرة، أنت بتضرب بها العمود وتقع شنو؟
عشان كده ما تضرب فوق شديد عشان تقع برا الحوض، المهم انها تقع في الحوض. يلا الغلو، زول يشيل حجر كبير ده من الغلو. واحد انا شفته شايل له كريستاله ما عليها حجار، طق بها الهنايه كلها بالكريستاله كلها. وواحدين يسبوا يلعنوا، بتخيلوا انه هو ده العود ده، هو الشيطان ذاته العمود ده، ويلعن ويسب ويشتم. واحد غضبان اصلا يا اخواننا، الغرض من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامه ذكر الله. هو ذكر ما شكله، ما شكله بينك وبين الشيطان. ذكر هو إقامة ذكر الله. يرمي وشفته، بس انت ترمي بحيث انه تقعد داخل الحوض، ما تأذي زول وما تضايق الناس. تكبر مع كل حصى، ولا تلتقط من الحصيات التي ارتدت ورمي بها. يعني انت لو نقص ليك ممكن تلقى في الشارع في ناس وقعت منهم، ولا جابوهم كتار وشتتوا الباقي بعيد، لكن اللي وقعت من الحوض ما تلتقطها، ما تلتقط منها. لو نقصت ليك شيل من بعيد، وتحسب سبعه معناها سبعه، ما تدود صايم. طيب بعد ما رميت بسبع حصايات ما تؤذي، تقدم امام الجمره، دي الجمره هنا، يتقدم قدامها، وهذه سنه مهجوره. قف وادعو، تقف مستقبلا الكعبه، ما مستقبل شنو؟ الجمره. وده برضو التنبيه ده معانا في عرفه، ادعو مستقبلا الكعبه لا مستقبلا الجبل، جبل الرحمه، جبل إلال ما تستقبله، استقبل شنو؟ الكعبه. طيب فتدعو انت شنو؟ مستقبل القبله، ثم امضي. مما رمينا جمرة العقبة، نحن تحللنا شنو يا اخواننا؟ التحلل الاول. فحل لك كل شيء حرام من الطيب واللباس، يعني ممكن لو انت في شنطة شايل معاك جلابيتك تلبس طوال جلابيتك، وتغتسل بالصابون المعطر، وتتطيب، كله حلال، وتقلم اظافرك وكله. فكده تحللت التحلل الاول، وطوالي انت ماشي على الكعبه على مكه، بلاقيك طوال المنحر. وده العمل الثاني من اعمال يوم النحر، اللي احنا يوم العيد صح؟ الجمره دي يوم العيد. اعمال النحر اربعه وخمسه للمتمتع، اربعه وخمسه للمتمتع، وثلاثة للقارن والمفرد اللي سعوا في الأول. طيب أو أربعة عليهم برضه، نشوف واحد واحد. رمي جمرة العقبة نمرة واحد، اثنين المنحر، تنحر الهدي، ولو أنت وكلتها خلاص مرق من عنقك، ولو ما وكلتها تمشي تدفع القروش، بس ما بتمشي تطبح براك، تمشي تدفع القروش بيطبحوا عنك بالوكالة. فنحرت الهدي فتنطلق مباشرة إلى مكة، هذا الأفضل. فتطوف طواف شنو؟ الإفاضة، الإفاضة ولا الوداع؟ الإفاضة. وده ركن، هذا ركن في الحج، تطوف طواف الإفاضة. بعد ما طفت تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، فالحلق أفضل. كده دي أعمال شنو؟ أربعة. الخامس السعي للمتمتع، واجب عليه السعي، المتمتع واجب عليه السعي، لأنه ده سعي الحج بتاعه. أما القارن والمفرد السعي كيف؟ لو سعوا قبيل مع طواف شنو؟ القدوم، مع طواف القدوم ما عليهم شنو ثاني؟ ما عليهم سعي. ولو ما طافوا يسعوا السبع أشواط. بعد هذا تحلل الإنسان التحلل الأكبر، فجاز له كل شيء حتى الجماع بعد الإفاضة. إذا أفاض خلاص
يرجع بعد ذلك إلى أين؟ إلى منى. وده واجب من الواجبات، رمي الجمرات في اليومين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل. رجعت لمنى بأكثر يوم الحجاج مرتاح في راحة شديدة من التعب، وإن كان ما هو تعب، هذه الأعمال مع ما فيها من المشقة اللي أنت حياتك ما تكون قابلتها، فيها من المتعة الإيمانية الشيء اللي ما قابلك في حياتك كلها. فيعني الإنسان مع وجود المشقة يستمتع بأداء المشاعر، والإنسان متعته بهذه المشاعر على حسب نيته. الزول نيته تعبانة بكون زهجان، والزول نيته كويسة بكون مبسوط جدا رغم التعب ده كله. يرجع إلى منى فيصلي فيها الصلوات قصرا، والقصر في منى لأهل مكة وللآفاقيين كلهم، قاصرين كلهم حتى أهل مكة بيكونوا قاصرين، وقصرهم قصر نسك، قصر نسك كلهم، القصر بتاعهم قصر نسك، ما عندهم سفر. وانت اللي جاي من بعيد قصرك شنو؟ قصر سفر ونسك. اما اهل مكة برضهم يقصروا قصر نسك. طيب صبحنا يوم الحادي عشر نرمي الجمرة، الجمرات الثلاثة تشيل 21 حصات، أي جمرة 7 حصيات، ونرمي بعد الزوال، يعني الشمس متعامدة بعد مزول الشمس تمشي على الغرب شوية خلاص ده وقت الرمي، ما نرمي قبل الزوال، لا نرمي قبل الزوال، ليس من السنة. بعد الزوال نرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بعد الصغرى تجيب بينات وتدعو، بعد الوسطى تجيب بينات وتدعو، بعد الكبرى ما في دعاء، الدعاء بينات بين الأولى والثانية والثانية والثالثة ثم ترجع. طوالي الشارع بتلقى لافي معاك طوالي، ترجع منها فتبيت فيها فترمي اليوم الثالث عشر. رميت بعد المتعجل يمشي، لكن انتبه المتعجل لو لم يخرج حتى الغروب يبقى ويرمي اليوم الثالث الرابع عشر. الأذان جاء ولا لسه؟ أنت تنبيه ده أخواننا انتبهنا له. المتعجل يطلع متين؟ لابد يطلع قبل شنو؟ قبل غروب شمس يوم الثاني عشر. لو انتظر لحد الغروب ليس له الخروج، ما يخرج حتى شنو؟ حتى يرمي اليوم الثالث عشر. بعد ما المتعجل رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ولا بد أن يخرج قبل غروب الشمس. إن بقي لليوم الثالث عشر وهذا هو الأفضل، فيرمي ثم يرجع إلى مكة. إن كان من الآفاقيين يعني من خارج مكة فأراد أن يسافر، لو باقي لسه قاعد هو في منى أيام أو في مكة قاعد أيام فينتظر، فيجعل آخر عهده بالبيت طواف الوداع. لكن انتبهوا يا أخوانا، طواف الوداع انت لو قاعد لك في مكة ولا في منى يوم يومين ما تطوف، هذا تنبيه مهم. طواف الوداع لتوديع مكة. إن كان متعجلا أو متأخرا، حتى المتأخر مش يقول يوم 13 خلاص أمشي أطوف الوداع وأمشي عندي أخوي جاي قاعد في مكة في العزيزية أقول له معاه يومين ثلاثة وأسافر أمشي حالي، لا يطوف ثاني. لو طاف الوداع ومكث في مكة زمنا
يوم يومين يرجع يطوف الوداع ثاني. ليه؟ لأن يكون آخر عهده البين، الطواف البين. طيب، فاللي بيطوف ويرجع ثاني يرجع يعود طواف الوداع، وهو من واجبات الحج. وخفف على الحائض، خفف على الحائض. المرأة لو حاضت وما طافت الوداع فلها أن تنطلق. وأما طواف الإفاضة للحائض ده فيه تنبيه مهم يا أخوان، وهو إنه الحائض لو حاضت وما طافت الإفاضة ممكن تعمل عمل الحج كله، الوقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، رمي الجمار، كل ما فيه بأس إلا الطواف. فلو حاضت تنتظر حتى تطهر فتطوف بالبيت. الطواف كالصلاة. ولكن يا اخواننا قالوا من اضطرت، وهذا ممن فرض به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اذا اضطرت المرأة بحيث انه جاء وقت رحيل وفدها، ناس مسافرين الى امريكا، الى نيجيريا، الى الصين، والوفد طالع، ما في طريقة يأخذوا لها طيارة، ما في مجال، إلا إما تترك الطواف طواف الإفاضة وليس لها حج إن تركت طواف الإفاضة، وإما أن تتعجل في طواف الإفاضة فتطوف قبل يوم النحر ولا يصح، وإما أن تتأخر عن وفدها، وهذا فيه مشقة عظيمة. ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرأة إذا اضطرت وكانت هذه حالها، هذه الحال الاضطرار الشديد، تطوف وهي على حالها، وقال هذا يوافق قواعد الشريعة التي فيها الرحمة والتيسير، لأنه الآن الناس يعني يصلوا إلى الحج مشقة عظيمة جدا، خاصة النساء لو وجدت المال ما تجد القدرة والقوة على الحج، فتطوف بهذه الضرورة وبهذه القيود، تطوف على حالها وتنطلق مع أهلها. طيب، أما بالنسبة لطواف الإنسان، يعني المحدث ذو لو أحدث حدثا أصغر انقطع وضوء وهو في الطواف، مسألة دي برضو فيها كلام عند أهل العلم، هل ينقطع الطواف ولا لا؟ قول الجمهور من أهل العلم ينقطع الطواف. إذا مثلا كان متوضي أو انقطع وضوء أثناء شنو؟ أثناء الطواف. بعض أهل العلم يقول يمشي يتوضأ ويجي واصل مما من مكان وقف. ويرى الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وابن حزم وغيرهم أن الحدث الأصغر لا يفسد الطواف، ويبقى الراجح يا أخواننا في مسألة الطواف أن الوضوء فيه مستحب، مستحب الإنسان يكون على وضوء. دخلونا يا أخواننا من مسألة شنو الحدث الأكبر، نتكلم عن الحدث الأصغر اللي بيرفع بالوضوء، الأفضل فيه الإنسان يكون متوضئ، ولكن الزول لو انقطع وضوء أثناء الطواف له أن يواصل في طوافه. والأدلة الذكروها أهل العلم في أنه ينقطع الطواف والطواف مثل الصلاة ابن تيمية قال هي ضعيفة ما قوية، ليست بالقوية. طيب كده يا أخواننا تاني فضلنا شنو احنا؟ دي صورة الحج كلها. لو بعد نسينا شيء من السنن إن شاء الله حيمر معنا من خلال كلام المؤلف. النحر الهدي بالنسبة للحاج المتمتع والقارن، أما المفرد ما عليه هدي، المفرد ما عليه هدي. نعم. في اليوم
لا في اليوم الأول يوم العيد ترمي جمرة العقبة واحدة، اليوم الثاني يوم الحادي عشر ترميهم الثلاثة، اليوم الثالث الثلاثة، اليوم الرابع الثلاثة، نفس العدد 21 21. نعم المتمتع عليه رمي أها ونحر وطواف وسعي وحلق، خمسة عليه خمسة. اختصر العلماء في كلمة رنحط، رنحط يعني شنو؟ رمي نحر حلق طواف طواف إفاضة إفاضة. يوم عرفة أقل وقت للحج يوم عرفة، لأنه قلنا نحن المبيت أو اليوم الأول حضور الناس يوم التروية لمنى، ده من شنو؟ من السنن ولا الواجبات؟ من السنن، من السنن. الزول لو سافر من هنا يوم عرفة فأحرم طوالي، لكن في الحالة دي ما يقدر شنو؟ ما يقدر يتمتع إلا يفرد، إلا أن يفرد. أه؟ لا ده بنتكلم عن الزول اللي مشى من هنا يوم عرفة ممكن يحج يوم ولو بالليل، ولو بالليل وصل عرفة بالليل، يقف في عرفة بالليل فيبيت بالمزدلفة فيرمي الجمرات يوم وأعمال يوم النحر النبي، حج صحيح. لكن إذا طلع الفجر، فجر يوم يوم النحر خلاص ثاني ما في حد، ثاني ما في حد. طيب أقرأ. وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام، إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان في سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونفخ الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند امتلائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة، فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة، وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمن الذي مر بيلملم فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإدار والرداء ثم الإحرام منه الإحرام. نعم كله واضح يا أخوان الكلام ده ونحن شرحناه. طيب أولا الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام. نعم هذا استعداد للإحرام، عشان كده الزلمة ممكن يستعيد من البيت، ممكن يستعيد من البيت وما بتكون أنت أحرمت من البيت، انتبهتوا؟ ما بتكون أحرمت من البيت،
تستعيد من البيت ممكن تلبس الإزار من جوه وتلبس جلابيتك من فوق وبعد ذاك تحرم من الميقات. نعم. فيروي بقلبه النسك الذي يريد، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة، وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج. نعم. العمرة يا إخواننا في غير أشهر الحج، هل ممكن أزول يعتمر مثلا في رمضان ويتمتع إلى الحج؟ لا. لماذا؟ لأنه ما في أشهر الحج. فالعمرة الإنسان إذا أراد بها التمتع تكون في أشهر الحج، حتى لو في أول شوال، في أول شوال اعتمر وانتظر بعد ذاك، تحلل وانتظر في مكة، بعد ذاك يهل بالحج ويكون متمتعا. لا. ها؟ لا يبقى في مكانه، ما يرجع. ثانيا، وله ان يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك عمره، او لبيك حجا، او لبيك عمره وحجا، لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمره. لحديث انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمره وحجا. رواه مسلم. او يقول: لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا، او لبيك اللهم عمره وحجا. لحديث جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. نعم يا إخواننا، التلفظ هنا ليس بالنية. الناس يفرقوا، لأنه بعض الناس يقول لك يجوز التلفظ بالنية في الحج والعمرة. لا، التلفظ ما بالنية، إنما التلفظ بشنو؟ بالمنوي. وده هنا إظهار لشعيرة الحج والعمرة، ولا تصح إلا في الحج والعمرة فقط. حتى بهذا الشكل لو أنا جيت داير أصلي، ما أقول نويت صلاة العشاء، ولا نويت صلاة المغرب، ولا كذا، ولا نويت صيام رمضان، ولا نويت بر الوالدين، ما ينوي به، ما يتلفظ بشيء. إنما التلفظ ذا إشعاع إظهارا للشعيرة يكون في الحج والعمرة فقط. نعم. ثالثا، وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا دخل لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم يا إخواننا، الاشتراط ده يجوز. تقول مثلا: لبيك اللهم حجا، وإن حبسني حابس فمكاني أو فمحلي حيث حبسني.
وليه الناس بيشترطوا الاشتراط ده؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اليوم، لأنه أنت لو ما اشترطت الاشتراط وحصل لك أي أمر من الأمور المانعة، خاصة للنساء، لو حبس حيض أو نفاس أو غيره، هي حتظل محرمة ولو جلست سنين، تظل محرمة. وانت عشان كده يجوز لك تشترط الاشتراط ده، لو حبسني حابس فمكاني حيث حبسني، بعدك انت بتتحلل مكان اتحبست، لو قبل طواف الإفاضة، لو اي شيء حصل لك بتتحلل. لكن لو انت الاشتراط ده ما عندك ما حتتحلل وتبقى في مكانك، لو حبسك اي حابس تبقى انت محرم، وانت محرم ما حيجوز لك شيء، محظورة الإحرام كلها، ولا تتزوج ولا تخطب ولا تزوج. لو بنت تقدر تزوجها ما تقدر تتزوجها، لا تزوجها ولا تتزوج انت. ولو زوجت زواجك ما يصح، او تزوجت زواجك ما يصح، لان المحرم ممنوع من هذا كله. ولهذا يا اخواننا اجاز بعض اهل العلم للنساء، وهذا الراجح، ان تستعمل حبوبا مانعة للحيض أيام الحج لتمنع حصول الحيض، تمنع هذه الأيام عشان تقدر تطوف طواف الإفاضة وتتحلل وترجع إلى حجها. ده يا أخواننا أجاز بعض أهل العلم وهو الراجح والصحيح، يجوز لها هذا. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.